عايزين نعرف من حضرتك يعني اذا تصدينا لفتح هذا الملف ممكن تكون ايه البدايه في فتح هذا الملف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكر اولا القناه بتاعتكم الجميله دي وبشكر حضرتك شخصيا على اهتمامكم بملف التعليم. ملف التعليم في غايه من الاهميه. نهضه اي دوله بتبتدي من التعليم. لو سمحتي حضرتك ان انا اناقش موضوع التعليم، هقول لك ان اي عمليه تعليميه عباره عن معلم ومتعلم ومحتوى تعليمي ومكان للتعلم. صحيح. عشان تتم هذه العملية التعليمية جيدا لابد أن يكون هناك ترابط وتخطيط مسبق ما بين المعلم والمتعلم والمحتوى التعليمي والمكان المكان المناسب لأداء هذه العملية التعليمية وهو الكامبس أو المبنى التعليمي. تمام. للأسف خلال الفترة اللي فاتت كان المعلمين ما فيش اهتمام بهم تدريبين. المعلم قد يكون حصل على بكالوريوس تربية أو حصل على أي بكالوريوس آخر ولكن لم يؤهل جيدا لكيفية التعامل مع المستوى التعليمي اللي بيتعامل معاه من ناحية السن، المستوى كتاب المدرسة اللي هو بيتعامل معاه، المكان قد يكون بعيد عنه مش عارف يوصل له بسرعة، الزحمة اللي موجودة في المدارس، عدد الطلاب وصل في بعض المدارس لأكثر من 130 طالب، ده كله عمل ربكة في العملية التعليمية. ثانيا القصة بتاعت الموهوبين وان انا المفروض اهتم بالعملية التعليمية من البداية خالص من مرحلة رياض الاطفال. لو اهتميت بالطفل مرحلة رياض الاطفال وهي مرحلة البناء العقلي للطفل هينتج ان في طالب رايح المرحلة الابتدائية او تلميذ رايح المرحلة الابتدائية وهو مؤهل جيدا لاستيعابه للدروس التي تلقى اليه. ولكن للاسف برضه خلال الفترة اللي فاتت كانت اغلب الكتب مليانة حشو، بيجي الطفل مش هنعرف ايه امكانياته من ناحية ما عملناش قياسات للاي كيو، ما حددناش مستقبل ان هذا الطفل لما بيدخل في المرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية وينهي تعليمه الجامعي هو هيعمل ايه بعد كده؟ مفيش خطة مسبقة للتعليم ودي مشكلة كبيرة جدا في عملية التخطيط في مستقبل التعليم. نقطة مهمة جدا دكتور محمد الحقيقة وهو التخطيط لعملية التعليم ووضع خطط لعملية التعليم. لو حضرتك يعني بتفكر انه يبقى فيه خطة ملائمة او خطة مناسبة في ظل الظروف اللي احنا شايفينها للتعليم المصري قبل الجميع، ممكن تكون بداية الخطط دي ازاي؟ حضرتك اي حاجة في الدنيا لها منتج. العملية التعليمية لها منتج تعليمي. هذا المنتج التعليمي هو الخريج. صحيح. المفروض انا بعمل حسابي الطفل هيدخل كي جي 1 بعد كام سنه هيبقى في انهي مكان او في انهي عمل. انا بخطط لانتاج منتج تعليمي وهو الخريج للسوق المحلي او للسوق الخارجي. السوق المحلي يجب ان يكون هناك تكاتف وارتباط ما بين الوزارات وبعضها. انا محتاج كم طبيب بعد 25 سنه او بعد 21 سنه، محتاج كم مهندس، محتاج كم محاسب، محتاج كم محامي، محتاج الى اخره. وفي نفس الوقت انا محتاج ايه لسوق العمل الخارجي اللي انا اقدر اطلع بيه منتج تعليمي جيد اقدر انافس بيه على مستوى العالم الخارجي. انا كنت من فتره قريبه كده مع الدكتور احمد البرعي ايام ما كان وزير قوى عامله، كان في اجتماع وبنتكلم على الاجور والمرتبات الخاصه بالعامل المصري. وجه عام مش العاملين في التعليم بس، العامل المصري وجه عام بشكل عام. هو حضرتك العامل المصري هو ده المنتج النهائي للتعليم. صحيح. حضرتك الطبيب هو ده منتج العمليه التعليميه، المهندس منتج العمليه التعليميه، اي صاحب مهنه هو في منتج نهائي. اي عامل بيشتغل او صاحب عمل ما هو منتج تعليمي. صحيح. طالما هو حصل على مؤهل او عنده قدر من التعليم يبقى خرج من التعليم. صحيح. خرج من التعليم. فانا قلت له اني اعلى مرتب على مستوى العالم هو مرتب العامل المصري. فكانت صدمة بالنسبة للناس موجودين وكلهم بصوا لي كده. فأنا قلت له يعني أن لو جبت عامل في بعض الدول، أنا اشتغلت في الإمارات كتير، العامل الهندي بياخد أضعاف ثلاث أضعاف مرتب العامل المصري. لو فرض جدلا أن هجيب عامل مصري بيشتغل مثلا في مجال تركيب البلاط مثلا وجبت هذا العامل وهو خريج صنايع وطالع من هنا أنه هو بيشتغل بتاع بلاط، العامل الهندي بياخد ثلاث أضعاف بس بركب خمس مرات قد اللي بركبه العامل المصري، ما بيعملش اهدار بنسبه تزيد عن المسموح به. العامل المصري بياخد مرتب ربع المرتب العامل الهندي ومع ذلك بيكسر قد اللي ركبه ثلاث مرات.
فلذلك احنا عندنا في الاتحاد القومي لعمال مصر، انا اكلم حضرتك هربط بين الاثنين، بين النقابه العامه العمليه بالتعليم الخاص وبين الاتحاد القومي لعمال مصر. احنا لسه هنتكلم حضرتك عن النقابه وازاي اشرت، لكن بس هنروح لدكتور مدحت نكمل على نقطه حضرتك. دكتور مدحت، دكتور محمد قال نقطه في غايه الاهميه، وانه اي صاحب مهنه هو خريج مؤسسه تعليميه، سواء كانت بقى مدرسه صنايع او غيرها من التعليم المتوسط فوق المتوسط او التعليم الجامعي كطبيب او كمهندس او كاي مهنه. ازاي نخرج هذا المنتج من وجهه نظر حضرتك بشكل جيد؟ خلينا نعترف انه في سوق العمل دلوقتي هناك مشكلات كثيره جدا مع خريج الجامعات. هقول لحضرتك، احنا عندنا تعليم ضعيف ادانا منتج غير جيد. صحيح. تمام؟ فعندنا حاجتين. الحاجه الاولى ان احنا هناك ناس، وهناك ناس جيده متميزه خارجه من التعليم برضه دكتور، لكن الحقيقه يعني الاغلبيه للاسف دكتور خلينا نعترف برضه، انما الاخرون في طريقين. الطريق الاولاني ان احنا نحسن المحتوى العلمي بحيث يتحط فيه جزء عملي وجزء نظري وفي ثقافي، يعني يكون شامل بشكل يدي منتج جيد. تمام. ده في اللونج تيرم او فيما هو قادم. اما فيما سبق خلينا ناخد المنتج الرديد او نعمل اعاده تاهيل لهذه الاعداد. ما نقدرش نهدر يا دكتور مدحت، دي نقطه مهمه جدا. ما انا بقول دلوقتي انا مش هقدر اهدره، لكن بعمل ايه؟ اعاده تاهيل. ده نقطه مهمه. اعاده التاهيل ده اخطر حاجه واهم حاجه في العمليه التعليميه. صح. بالنسبه لنا. ليه؟ لان احنا عندنا اعداد كبيره جدا وبتشكل نسبه ضخمه من البطاله وموجوده في اماكن عملها، يعني ما نقدرش نمشيها طبعا، سواء في اماكن عملها او بره، بهذه بطاله مقنعه او بطاله مباشره. صحيح. فاحنا لما بنعيد تاهيلها بحيث تعمل، بننتج، بنحسن المنتج وبندي طاقات إنتاجية مضافة لطاقات الدولة الضعيفة. عدد اللي بيعملوا في الدولة قليل، عددهم كبير لكن إنتاجهم كبير جدا. فإعادة التأهيل هتفيد في هذا. يبقى احنا عالجنا المشكلة من ناحيتين، أعدنا تأهيل المنتج القديم وبنحاول نضع معايير ومحتوى علمي جيد للمنتج الجديد بمشيئة الله. تمام. طيب فكرة تقبل التدريب من العمالة الغير مؤهلة الموجودة في أماكن أعمالها من وجهة نظر حضرتك تيجي إزاي؟ خلينا نقول إنه لازم يكون عمليين، يعني عمليين جدا. لازم أي إنسان بيعمل عمل لازم يكون في حافز يدفعه لكده. صحيح. فأنا لما يكون عندي حافز إن أنا هحسن من دخلي أو هجد فرصة عمل أكبر بدخل أعلى، ده حافز قوي إن أنا أعيد تأهيل نفسي وأتدرب. تمام. قبل حضرتك العمله الرديئه هتلفظ وضعها بره. صحيح. فالحافز ده هيساعد على ان احنا نحسن المنتج القديم. في نفس الوقت لازم طريقه تاهيلنا لهذا المنتج القديم تكون جاذبه بشكل كافي وما تكونش معقده بشكل مانع. ده حقيقي. فدي عايزه تخطيط على مدى قصير ومدى بعيد وامكانيات للصرف عليها. وفي طرق مختلفة، في طريقة مباشرة زي التعليم العادي، وفي طريقة حديثة اللي أنا كنت عايز أكلمك عليها لتحسين مستوى التعليم بصفة عامة، وهي التعليم باستخدام التقنيات الحديثة بالذات التعليم الإلكتروني. تمام. هنيجي لحضرتك طبعا الكلام ده في موضوع دكتور مدحت، لكن ترجع مرة تانية دكتور محمد والحديث عن النقابة العامة للعاملين بالتعليم الخاص. فكرة هذه النقابة وكيف أشهرت وأهمية وجود نقابة عامة تهتم بالعاملين بالتعليم الخاص. لو سمحتي حضرتك قبل ما اجاوب على هذا السؤال فضل. نرجع لموضوع التعليم اللي احنا كنا بادئينه الاول وبعد كده هنرجع للنقابة. فضل. لو قلت مدخلات العملية التعليمية هو المعلم والمتعلم والمحتوى التعليمي ومكان التعلم. عشان انجح بالعملية التعليمية كاملة ما قبل الجميع والجميع لابد ان اهتم بالمعلم. صحيح. المعلم اهتم به قبل ان يكون معلما او اعيد تاهيله كما تفضل دكتور مدحت في الفتره الحاليه لكي يصبح معلما قادرا على تعلم المتعلم. المتعلم لابد ان يكون هناك اتجاهات لدراسه امكانياته واستعداداته لدراسه المناهج التي يؤهل للحصول على نتائجها في الاخر، من حيث دراسه الاي كيو الاتيتيود بتاعه او الاتجاه بتاعه، من حيث دراسه قدرته الاستيعابيه على المواد الادبيه، من حيث قدرته الاستيعابيه على المواد العلميه، ودي بتبدا من فتره صغيره جدا وهي سن 4 ل 11 سنه. المحتوى التعليمي لابد ان يعاد النظر في المحتوى التعليمي ليخلو من الحشو ويخلو من الاشياء الزائده التي قد لا يحتاجها جميعها المتعلم لكي يصل الى هدفه. وبالتالي لابد ان يكون هناك هدف من المتعلمين، ماذا نريد منهم بعد 21 سنه. كما يجب ايضا
وضع شيء في الاعتبار، وهو الاهتمام بالمنتج التعليمي من نواحي لم توجد حاليا في التعليم. حضرتك بنلاقي خريج واخد بكالوريوس تجاره، وبعد ما يخلص عشان يروح ياخد شغل يقول له خد كورس كمبيوتر، خد كورس انجلش، خد كورس محاسبه. طب هو خلال 21 سنه كان بيعمل ايه؟ ليه ما خدش الكورسات دي خلال 21 سنه؟ وهل الشهرين او ال 21 يوم او ثلاث شهور اللي انا هديله فيهم الكورسات دول هيؤهله؟ طب اذا كان كده مفيش داعي ال 21 سنه من اساسه. بالظبط. فلذلك يجب عمل تحصين للمنتج التعليمي. لو بصينا للامن القومي، ما المقصود بالامن القومي من وجهه نظر صحيحه؟ الامن القومي هو كل ما يخص امن البلد. الشاب اللي بياخد مخدرات ده امن قومي. لو انا فهمته هو في البدايه خالص اثناء العمليه التعليميه ان المخدرات دي تضر بالصحه، انا حافظ على الامن القومي. الولد اللي بي بي بياخدوه علشان يبقى جاسوس او حاجه زي كده، انا لو حصنته في البدايه خالص وفهمته حب الوطن ازاي، فهمته الثقافه ازاي، ما تتفرجش على ايه، ما تشوفش ايه، ما تسمعش ايه، ازاي تفرق بين صح وغلط، انا حصنته كده وحافظت على الامن القومي. اللي بيشرب سجاير، الصحه، الامن القومي من الناحيه الصحيه. لو فهمت الطفل من البدايه خالص ان لازم ياكل حاجه مغسوله، لازم يشتري حاجه من مكان كويس، انا حافظت على الامن القومي من الناحيه الصحيه، ووفرت مبالغ كثيره بتقدر لعلاج هؤلاء الاطفال لانهم ما خدوش الثقافه الصحيه اللازمه. يعني لو لفينا في الدايره كلها هنلاقي ان بدايتها هي تعليم الحياه دي. اساس كل حاجه، انا لابد ان انا احصنه من كل حاجه، من ازاي يقدر يفهم يقبل الاخر، ازاي يتعامل مع الاخر، هذا حقي وهذا حقك. حضرتك دكتور محمد فارق قلت لنا يمكن قبل التسجيل نقطه مهمه جدا، وهي تحصين العمليه التعليميه، مش تحسين المنتج. العمليه التعليميه بالظبط حضرتك، ازاي تحصين العمليه التعليميه؟ احنا عايزين نضيف، مش هنقول مناهج، هي سويعات قليله توعي الطفل الصغير. لان حضرتك وانا بشتغل مع الطفل الصغير سن 4 سنوات لغايه 11 سنه، انا اللي انا بديهوله في المدرسه هو ده بيعتبر نبراس حياته اللي بيمشي عليها طول عمره. صحيح. انا بصنع طفل، لو علمته حاجه في هذا السن ينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. صحيح. فلو اتعود على حاجه جيده، لو تحصل تحصين جيد، زودت له الثقافه الاجتماعيه، زودت له الثقافه الدينيه، زودت له الثقافه الصحيه، زودت له الحاجات دي كلها من خلال معلومات قد تتم بالممارسه او قد تتم بالتعلم، براكتس اند بروجرس، ممارسه وتقدم، هيدي نتيجه كويسه جدا، وهيطلع هذا الطفل جيد للمجتمع. وخاصه ان لما تبقى في مناهج محطوطه تتيح لهذا الطفل ان يكون منتج جيد مطلوب للمجتمع المحلي والمجتمع الخارجي. صحيح. لو رجعنا للنقابه زي ما حضرتك اتكلمتي، النقابه العامه للعاملين بالتعليم الخاص، النقابه العامه للعاملين بالتعليم الخاص هي نقابه من ضمن النقابات المستقله التي تخدم العمال، انشئت طبقا للقوانين والمعاهدات الدوليه التي تحافظ على حقوق العمال في الدوله، وهي منضمه للاتحاد، الاتحاد القومي لعمال مصر، من ضمن الاتحادات الثلاثة الموجودة كمان اتحادات مستقلة، له هدف سامي جدا وهو مثلث النجاح زي ما بيسمونه يعني، وهو العامل وصاحب العمل والدولة. لابد أن كل من هذه الزوايا للمثلث، ثلاث زوايا دول، الدولة وصاحب العمل والعامل، يعلم جيدا ما هي حقوقه وما هي واجباته. الهدف الأساسي من هذا الاتحاد نحن بنحافظ على حقوق العمال، نحافظ على حقوق الدولة، مش هقول نمنع التظاهرات ولكن نحد من التظاهرات الهدامة، لأن خلال الفترة الأخيرة دي كثيرا من المظاهرات والتظاهرات والحاجات دي في اتجاه خطأ، أنا عايز حقي، ما أخدش حقي بحاجة تضيع حقوق الآخرين. صحيح. أي إنسان حر ما لم يضر، أنا ليا طلب بتقدم بالقنوات الشرعية لي للناس المسؤولين، بعرض عليهم المشكلة إيه، كيفية حلها من وجهة النظر القانونية. لو عايز أعمل مظاهرة لابد أن تتم مظاهرة علمية جيدة بأسس علمية، أنا بقول بقدم طلب أنا عايز أعمل تظاهر، بتحدد مكان للتظاهر، الدولة بتحمي هذه المظاهرات لأن ده حق مشروع، ولكن ما يبقاش بالطريقة اللي يعني سبب مشاكل كتير جدا لمصر في الفترة الحالية. تمام. هنرجع لحضرتك مرة تانية نتعرف برضو على أهداف النقابة والدور اللي ممكن تقدمه الفترة الجاية للتعليم الخاص، لكن هنرجع لحضرتك دكتور مدحت والكلام عن هجرة الكفاءات العلمية للخارج، ده موضوع في غاية الأهمية، لأنه يعني الكفاءات العلمية لما تكون موجودة ومنتجة داخل مؤسساتها التعليمية وخاصة الجامعات أكيد هيبقى في منتج تعليمي جيد، ويعني كلنا بننشد طبعا أن يكون خريج الجامعة شيء جيد. وحضرتك يمكن كنت من هؤلاء الناس في فترة، وحضرتك هاجلت كندا فترة، ولكن حضرتك موجود دلوقتي معانا في مصر يعني، لكن أولا حضرتك شفت سبب هجرة الكفاءات العلمية في مصر الخارج كان إيه؟ ببساطة شديدة احنا معظم الأساتذة بتوعنا أو الزملاء اتعلموا في الخارج وخدوا دراسات عليا وتسلحوا بعلم وإمكانيات جميلة جدا ورجعوا مصر،
ما فيش تطبيق، ما فيش امكانيات. يعني ببساطه شديده، هل يعقل ان يكون في جامعه ما فيهاش مكتبه؟ الجامعه بره ما هياش قاعه محاضرات، مش فصل، لا، الجامعه بره بحث. احنا مثلا انا بدرس بره، بدخل ادي ناخد ماده زي التسويق، بدي فكره عامه ايه هو التسويق، والكتاب اللي هندرس منه، والمراجع اللي احنا راجعينها في اول محاضره، واقول لهم على فكره في المحاضره الثانيه هنتناقش في الموضوع الفلاني، يا ريت تقروه ونتكلم فيه. نتكلم فيه، مش حضرتك اللي مفيش توقيت ملقي، انما لو انا ملقي وملقن بطريقه تقليديه مفيش تعب، والمعلومه اللي بيوصل لها الطالب عمره ما هينتهي، ما بينساش طبعا. اما المعلومه اللي بيلقنها ممكن في الفصل يتداوى، في الحصه بيتداوى، وبالسلبه صوته منطلس، فما بيقدرش يساعده بشكل جيد. ولا يمكن يكون في اختلاف على انه قاعه محاضرات فيها 2000 و 3000 طالب، الطالب مش هيفهم، مش هيسمع الاستاذ اصلا بيبقوا قاعدين ولا شايفه اصلا. عمليه صعبه جدا يعني لحضرتك. فهجره الكفاءات نتيجه طبيعيه لقله الامكانيات. بنيجي نكتذبهم مره ثانيه، نكتذبهم مره ثانيه بحاجتين صغيرين جدا. رقم واحد ان احنا نؤسس تواصل مستمر بين اللي في الخارج اللي هم سافروا اوريدي واللي موجودين في مصر. صحيح. رقم اتنين، نمنع اللي موجودين انهم يهاجروا، بان احنا نوجد لهم فرص عمل ومناهج بحث، ونحسن الموارد الريسورسز يعني بتاعت البحث العلمي، بحيث يقدروا ينتجوا ويفيدوا البلد. في عندنا كم هائل من الابحاث موجود في الادراج ولم يطبق. في الوقت الحالي، واذا كنا بنتكلم على ثوره، نرجع تاني للربط بينهم، ان احنا نستفيد من الابحاث اللي اهدر فيها وقت وجهد وفلوس، بان احنا نبتدي نخرجها للواقع. ودايما نربط بين البحث والاحتياج السوق، فده هيخلي المنتج اللي جاي بعد كده ان شاء الله افضل. طيب، دي نقطة في غاية الأهمية الحقيقة دكتور محمد. والكفاءات العلمية في المعلمين في التعليم ما قبل الجامعي، ازاي ممكن نستغل هذه الكفاءات؟ يعني حضرتك ممكن تلاقي معلم حاصل على الدكتوراه او الماجستير او الدكتوراه ودرجات علمية عالية جدا، والحقيقة يعني مش موظف بشكل جيد داخل مدارس، خلينا نقول. يعني انت من وجهة نظر حضرتك، طبعا انت لمست ده من خلال التعامل مع المعلمين، ممكن نوظفهم ازاي؟ ممكن تكون الكفاءات ظاهرة اكتر في مدارسنا ازاي؟ هل ده يكون مدخل من مداخل اصلاح العملية التعليمية؟ اولا انا بحب اطمن حضرتك واطمن كل المشاهدين ان العقلية المصرية من اكفأ العقليات، ده حقيقي، ومن اكثرها ذكاء على مستوى العالم. صحيح. النقطة المهمة جدا اللي اتمنى ان السادة المسؤولين في الوقت الحالي وفي وقت المستقبل ياخدوا بالهم منها، وهي الانتماء. رفع الانتماء. احنا للاسف وصلنا لمرحله ما فيش انتماء عندنا، كل واحد اصبح همه نفسه وهمه المصلحه الخاصه، بيجي بيتعلم بره، المفروض لو في انتماء بيرجع عشان يخدم بلده. انت لو حضرتك بصيت للبنت الصينيه اللي تبقى جايه شايره بؤجه، تيجي تساليها المنتج اللي معاها سيء جدا، ولكن اقتناعها بيه بيخليك انت تقتنع بيه وتشتريه، بالرغم ان انت عارف ان هو ده منتج صيني مش حلو. ليه؟ لان هي مقتنعه باللي بتعمله. النهارده الكفاءات العلميه اللي بتسافر بره، لو وفرنا لها الحد الادنى من الخدمات، لو وفرنا لها الحد الادنى من الاعتناء، وفرنا لها الحد الادنى من الاهتمام بيها، صدقيني المصريين بيحبوا مصر كويس جدا، وبيثقوا في مصر كويس جدا. وعايزين حد بس ياخد بايديهم ويقول لهم انتم موجودين. دكتور متحدي تعليق يا دكتور محمد. تعليق بسيط جدا، وربما يكون حد شافني على الشاشه وانا ببتسم، انا ما بسخرش، بس الحقيقه عايز اقول مثال غريب جدا. اتفضل. لا بالعكس، حضرتك بتقول ارض الواقع بتقول ايه؟ انا عندي طالب خريج كليه تجاره، وتم توزيعه في التربيه والتعليم كمدرس. تفتكر طالب خريج كليه تجاره يدرس ايه؟ رياضيات او مثلا طبيعي. هو تم توزيعه كمدرس موسيقى. موسيقى؟ يا دي المصيبة على رأيي. بس إجمالا اللي عايز أقول لحضرتكم إنه إحنا حتى في التخطيط بتاعنا على المستوى الآن الحالي في تخبط كامل. فكلام الدكتور محمد مهم في إنه لازم إن إحنا ندي فرصة للناس اللي بتتخرج إنها إيه تتوظف بشكل صحيح. ده شيء يعني في غاية الأمان، وطبعا كل واحد مناسب، يكون الرجل مناسب في المكان المناسب، ده مبدئيا يعني. مبدئيا، وفي نفس الوقت في حاجة اسمها أكاديمية المعلمين. انا قابلت الناس اللي في اكاديميه المعلمين وجلست معاهم، وجاي من بره بفتكر انه ممكن اديهم حاجه نتعاون مع بعض. لقيت ان ما عندهمش ادنى قدر من الامكانيات، يعني اختزلوهم في اختبارات الكادر بتاع المعلمين. اختبارات الكادر دي خدت جدل رهيب، وكان كل اللي مطلوب منها شويه امتصاص لغضب المعلمين لتحسين بعض الاوضاع ورفع الدرجات، وشويه
فوائد او علاوات بسيطه. مش ده دور اكاديميه المعلمين، دور اكاديميه المعلمين تأهيل وتدريب. تدريب حقيقي كمان دكتور، بالزبط. حقيقة مش مجرد أن أقول أدربه بس، بيكون ما عندهاش ميزانية تدريب. هل يعقل ده؟ في الوقت اللي وزارة التعليم رجعت جزء كبير من ميزانيتها للتدريب، طب ليه ما تدوا الأكاديمية؟ في شوية سياسات خاطئة بتتبع. فبأكد على دكتور محمد كلامه إنه إحنا بقى لازم نخطط بحيث ندي اللي موجودين الخريجين اللي موجودين حاليا فرصة إنهم يوظفوا طاقتهم بشكل صح. ولما يوظفوا طاقتهم صح هتتفرج على إنتاج قوي جدا لعقلية منظمة. وده اللي نتمناه. ولا دكتور محمد، يا ريت ننسى اللي فات ونبدأ صفحة جديدة. أنا بوجه نداء لكل طب القرارين. لو هننسى اللي فات دكتور محمد، ما هو بس اللي فات في تأثيرات كتيرة جدا موجودة. اللي موجود إنه في تعليم حكومي الحقيقة متدني جدا، خلينا نعترف، ويمكن بس مش في الأماكن الكبيرة، في المحافظات الكبيرة، يمكن في القرى والنجوع وفي غيرها. الطالب بيتعلم في عشة، بيتعلم. مظبوط. حضرتك أكيد، خلينا بقى نقول إنه كان في وضع سيء قوي بسبب من فضل التعليم. ما كانش كده دكتور محمد، برضه حضرتك تعلم بقى إنه كان في الستينات وغيرها. يمكن أهالينا وكده اتعلموا في التعليم الحكومي منتج جيد جدا. أساتذة الجامعات، الجيل القديم من اساتذه الجامعات اتعلم مدارس حكوميه. خلينا نتكلم في الحلول، في الحلول عشان وقتنا قليل. الوقت بالظبط دكتور، لا يعني واتمنى ان احنا نديله تمام. بس خلينا نعترف ان الوضع موجود، ما نقدرش ننسى، بس لان تاثيراته موجوده. نعمل معاه ايه بقى؟ ده الحل. استاذه هبه، ان توقد شمعه خير لك من ان تطلع عن الظلام. احنا عايزين نؤمن، او كلنا بنؤمن، ان كان خلال الفتره اللي فاتت كان في مشاكل. خلال الفتره اللي فاتت في خريجين مش على قدر التاهيل الكافي. خلال الفتره اللي فاتت كان في قصور في المناهج التعليميه. بالظبط كده. اهو دي النقطه اللي عايز اوصل لحاجه نحلها ازاي. ان المعلم اوضاعه الماليه، انا شايف في حلين قبل ما اتكلم على اوضاع شديده الضيق الحقيقه، او قبل ما اتكلم على اوضاع ماليه. المدارس نفسها كمؤسسات فيها مشكلات كثيره جدا. الكتاب المدرسي محتاج كلام كثير جدا. دول مدخلات العمليه التعليميه. انا قلت لحضرتك معلم ومتعلم ومستوى تعليمي ومكان للتعلم. وللاسف يعني هي النظام اللي كان موجود خلاص افسد اشياء كثيره جدا، على راسها التعليم وساب الوضع ده. عايزين ننسى اللي فات، نبدا من جديد. انا بالظبط كده يا دكتور محمد بوجه دعوه لكل القائمين على العمل ولكل العاملين في مجال التعليم بان هو ده النواه الاساسيه. بالظبط. ان نتخذ قرار. نحن ابناء الان وابناء مصر، ومصر هي بلدنا، واللي ملهوش وطن بيدور له على وطن. احنا لو بصينا للبلاد الثانيه اللي دخلت في صراعات بيحلموا ان يبقى لهم وطن، مش يبقى لهم وطن زي مصر. تمام. طب احنا هنقف معاك دكتور محمد ودكتور مدحت في فاصل سريع، ونرجع مره ثانيه نشوف وطن زي مصر ممكن يتعمل معاه. نروح مع حضراتكم كل الساده المشاهدين لفاصل سريع، ونرجع مره ثانيه ونكمل فقرات برنامجكم نقطه التحول. انتظرونا بعد الفاصل. ما
مرة تانية مشاهدينا مشاهدين التعليم العالي، وما زلنا بنواصل فقرات برنامجكم نقطة تحول، ما زال كلامنا عن التحول في التعليم من قبل الجامعي والتعليم الجامعي بعد ثورة 25 يناير. برحب بحضرتكم مرة تانية دكتور مدحت. دكتور محمد، كنا وقفنا مع حضرتك دكتور محمد على جملة جميلة جدا، حضرتك قلت ان مصر وطننا ولازم ندور على الوطن ده ممكن نعمل فيه ايه، ويمكن فيها حاجة حلوة بتبين ده كتير يعني. حضرتك تعليقك ايه على الاغنية دي؟ وبرضه دكتور مدحت، بتحس حضرتك ان الاغنية دي بجد من اجمل الاغاني اللي كتبت عن مصر الفترة الاخيرة؟ انا عايز اقول مقولة للشعب المصري قالها الان بشنودة، ان مصر وطن نعيش فينا مش احنا مش وطن نعيش فيه. دي كانت مقوله جميله، وعايز اقول احنا عايزين نرجع يا جماعه تاني، مصر دي بتاعتنا، واللي ملهوش وطن بيدور له على وطن. وبص للناس التانيين اللي فقدوا اوطانهم، الله لا قدر الشر بعيد عننا خالص ان شاء الله، اللي فقدوا اوطانهم واتوزعوا على البلاد كلها، احنا اهم حاجه عندنا ان احنا نرجع مره تانية مصريين كما يجب. احنا فقدنا خلال الفتره اللي فاتت دي جيلين، في اتنين جيل فقدوا. الجيل الاولاني في بدايه الانفتاح لما سافر لاب عشان يشتغل في الخليج او يشتغل في الخارج، واصبح بمجرد بنك لاولاده فقط، فمفيش قدوه. هذا الجيل اتجوز بعضه، وده الجيل الثاني، فللاسف احنا فقدنا القيم، او جزء مننا فقد القيم والمبادئ المصريه التي ربينا او علمنا عليها في قبل الانفتاح. فنتمنى ان ترجع الام ام، ويرجع الاب اب، وترجع الاسره اسره، ويكون هناك قدوه نقتدي بها. ده بخصوص الموضوع اللي احنا عايزين نرجع الولاء مره تانية، ونرجع القيم والمبادئ المصريه الاصيله، واحنا فعلا شعب بنحب مصر. وانا لو ضربت حضرتك امثال كتير، انا كنت لما ببقى راجع من بره في اي سفريه كده، والله لما بوصل للمطار ببقى نفسي اسجد على ارض مصر حبا ليها. ما تلاقيش الابتسامه الجميله، ما تلاقيش الشعب كلنا المصري كلنا ورايا. لما حضرتك فعلا بتسافر خايف بتفتقد قوي الجو المصري كده والروح المصريه، صحيح انك تبص في وشوش المصريين حواليك كده، ده شيء جميل جدا. بخصوص العمليه التعليميه والعلاج، العمليه التعليميه والعلاج بقى، احنا انا عندي وجهتين نظر للعلاج. اولا علاج قصير الاجل، وده لابد ان يتم. العلاج الاساسي بيبدا من تحت خالص، لابد ان يتم العلاج في مدخلات العمليه التعليميه، وعيد تاهيل المعلم مره اخرى، وتاهيله مش هياخد وقت كتير عن طريق متخصصين بعد دراسه المشكله. والمشكله لابد ان تكون من تحت، ما تبقاش جايه من فوق. اسال ولي الامر مشكلتك ايه، اسال المعلم مشكلتك ايه، اسال الطالب مشكلتك ايه، وابتدي اعالجها من مبدا الاداره الجيده لمعالجه هذه العمليه. تاهيل المعلم سهل، هو كل اللي محتاج له شويه حاجات بسيطه خالص عشان يؤهل بعد ما انمي فيه الولاء والانتماء اللي انا قلت عليه. طب والدروس الخصوصيه دكتور محمد؟ يعني المدرس يعني ما بيقدرش خلاص يعيش من غيرها. موضوع الدروس الخصوصيه حضرتك، احنا قلنا معلم ومتعلم ومحتوى تعليمي ومكان تعلم، دي المحاور اللي انا بتكلم فيهم. لو المعلم تم تاهيله جيدا وشرح الدرس في الفصل، والمنهج تم اعاده صياغته مره ثانيه بانه يقدر الولد او الطالب او الطفل يستوعبه داخل الفصل، وولي الامر تم تاهيله جيدا اللي هو المتعلم، ان يقدر ياخد باله من ابنه بدل ما يقعد على القهوه، يوفر جزء من وقته يتابع فيه ابنائه، انا مش محتاج درس خصوصي. لا بس هقول لحضرتك حاجه، انه يعني حتى دكتور مدحت ممكن يعني تشاركنا في النقطه دي. الدرس الخصوصي المشكله انه مش بس النقود او فلوس يترجم لفلوس المعلم، لكن الطالب كمان نفسه محتاجه. الطالب بيخرج مدرسه مش عارف اي حاجه ليه محتاجه، لان المدرس ما ادهوش اللي هو عايزه، والمنهج اكبر من حجم الولد، والولي الامر في البيت مش واخد باله. وحتى لو الطالب حضر في المدرسه زملائه ما بيحضروش ما بيدوش الحصص. الدروس الخصوصيه مشكله كبيره طبعا، بس عايز اقول لك ان احنا كنا اتكلمنا في الاول انه كثافه الفصل الدراسي عاليه جدا. في حديث لشخص كده بمقابله مع الدكتور اسامه الفولي محافظ اسكندريه، تمام، فبقول لحضرتك تعينت جديد بقى، عايز تعمل ايه في اسكندريه؟ قال انا عايز اعمل حاجتين، عايز انقل الكتله السكنيه غرب عشان غرب اسكندريه زحمت من ناحيه برج العرب الحديد. أيوة. ماشي، ده مفهوم طبعا. الكلمه الثانيه اللي قال لي واستوقفتني، قال لي وعايز ارجع المدرسه، احنا ما عندناش مدارس خالص، تمام، بقى كله دروس خصوصيه في البيوت. قلت له عايز ترجع المدرسه ازاي؟ قال لي الطالب يرجع المدرسه، انا عندي كثافه فصل اعلى كثافه في جمهوريه مصر العربيه، 120 طالب في الفصل. 120 طالب في اسكندريه، ده رقم يعني حاجه كده خدته من المحافظه. ده من ضمن مدخلات الدكتور محمد كان بيقول في 120 مدخلات العمليه التعليميه. مدخلاته ايه؟ مكان التعلم الكامبس. ده مكان التعلم، انا ابتدي اعمل مدارس جديده، وفي كذا اسلوب واسلوب، وانا على تم الاستعداد ان انا اقدم روشته جيده لكيفيه اعاده العمليه التعليميه الى مجراها الطبيعي دون تحمل الدوله مصاريف كتيره. تمام. طيب دكتور الحته دي في الدروس الخصوصيه انه الكثافه دي اثرت طبعا، لانه ال 120 بيحضر 3 4 5 4 كل الدروس الخصوصيه، فما بقاش في مدرسه، واخد بالك؟ فانا ما اقدرش الغي الدروس الخصوصيه بقرار،
ولا بخطه سريعه. لا، زي ما رجعنا قبل كده كلمنا انه لازم يكون في حافز، واخد بالك، والمدرس الحافز المادي له مهم جدا، ما ننكرهوش. والنقطة اللي حضرتك اتكلمت فيها دكتور مدحت، واعتقد انها ممكن تبقى حل من حلول التعليم الالكتروني، وممكن يدخل في تعليم ما قبل الجامعي. انه التعليم الالكتروني كنت بقترحه ده يدخل في الجامعي قبل الجامعي. التعليم الالكتروني للمدارس مهم جدا دلوقتي. صحيح يا دكتور. والطالب الحقيقه هتلاقيه حضرتك بيتعامل مع الانترنت باي طريقه ما، يعني بتلاقي حضرتك ان كل الطلبه بجد الشباب كله هو اللي بيقعد دلوقتي على الانترنت والفيسبوك. عندنا الجيل بتاعنا دكتور عنا محو الاميه بس ما عملناش الكمبيوتر، بس اضطرينا نستخدمه. لكن بجد جيل، وبعدين في كل المحافظات وفي القرى وفي كل حته هم بيستخدموا. اللي عايز اقوله بقى في الحته دي انه مدخلات التعليم اللي اتكلم عليها الدكتور محمد اهمها مكان التعلم، تمام؟ صحيح. احنا منطقي كلامه ان احنا لازم نبني مدارس كده، لكن ما فيش الامكانيات الكافيه. التعليم الالكتروني هيسهل العمليه دي. انا بدل ما ابني مدرسه بكامل الامكانيات بعمل ديليفري سنتر زي مركز التقويه بتاع الدروس الخصوصيه. الديليفري سنتر ده بربطه تقنيا بمدرسه كبيره على كل محافظه، بعملها مراكز وكل مركز فيه مدرسه بتربط بالنجوع والقرى اللي حواليها. وده مطبق بيقدر. فالديليفري سيستم ده، الديليفري سنترز اللي في المحافظات اللي في النجوع الصغيره والقرى هيتربط بالمركز، والسنترز اللي في المراكز تربط بالمحافظه، يبقى انا اقدر اختار مدارس تبقى الاساسيه. فكره جيده والله. هذه الشبكه التعليميه هتوصل التعليم لكل نجوع. احنا مش اكبر من الهند. وزاره التربيه والتعليم المصريه اصلا عندها الفكره دي بالفيديو كونفرنس اللي بيتعمل بين المدارس وبعضها. في مصر هم وزاره التربيه والتعليم. صحيح. بس استخدموها في ايه؟ انه السيد الوزير بيقابل يجتمع مع المديرين كل كام يوم. بس. صحيح. بس وانا عارف الكلام ده. صحيح. اما المدارس خدت عهده عليها كمبيوتر، واصبح معمل الكمبيوتر عهده لا يشتغل وبيكهن. حضرتك قريب فعلا من معمل التعليم الالكتروني، ده حقيقي، ده اللي بيحصل. بيكهن تماما. ليه؟ لانه اي حاجه ضاعت فيها مشكله عهده على المسؤول، فما حدش بيقرب منه. احنا عندنا مؤسسات علميه. رغم والله انه حضرتك برضه اكيد طالما حضرتك محتك بالعمليه التعليميه، انه في بعض مدارس بتاخد ضمان الجوده والاعتماد داخل بعض المدارس، بتجد حضرتك بجد في نشاط كبير جدا. ويمكن احنا فعلا ذهبنا لبعض المدارس الحكوميه لو مدارس حكوميه وتجريبية. الحقيقة كانت فعلا حضرتك عارف بالظبط رواية المدارس. هنرجع فعلا للدكتور محمد النقطة دي. المدارس التجريبية بجد، والمدارس بعض المدارس الحكومية كانت ناجحة جدا في الموضوع ده، لكن يا ريت يعمم، يعني لو عممت هتبقى شيء جيد عشان نقدر نوصل التعليم، وندي بقى المدرس فرصة ان هو غصب عنه هيتحسن عشان يواكب هذه الطفرة التكنولوجية. صحيح. وما ننساش انه ندي له حافز مادي مقابل الإضافة بتاعت التدريس دي، يعني لازم نعوضه ماديا وبنحسنه تقنيا، وبالتالي هيدي محتوى كويس. صحيح. نرجع لحضرتك دكتور محمد، حضرتك قلت الحلول مهمه جدا في العمليه التعليميه. دكتور مدحت يمكن فتح لنا المجال لحل من الحلول. بالظبط. حضرتك شايف بقى التعليم الالكتروني في المدرسه المصريه بتشعباتها بس المختلفه دكتور محمد، يعني مع الاخذ في الاعتبار انه في حكومي وفي تجريبي وفي خاص بمستويات عديده جدا، ازاي ممكن يعني طبعا الخاص هتبقى المشكله فيه مش موجوده اصلا، واللي هم بيتعاملوا مع الانترنت ومع الكمبيوتر بشكل يعني سهل جدا، لكن بالنسبه للحكومي بقى ممكن نعمل ايه؟ التعليم الالكتروني مطبق في اغلب دول العالم وخاصه المتقدم منها. تعليم بسيط جدا، تطبيقه سهل، ما هوش كوستد او مكلف قوي، وخاصه على الاعداد الكبيره اللي موجوده عندنا. تمام. ما اسهل انه يطبق، ولكن ده محتاج تاهيل القائمين على هذا العمل، وده برضه سهل ان احنا نقدر نعمله، مفيش فيه اي مشكله. ولكن قبل ما اطبق التعليم الالكتروني في عندي مراحل صغيره. اتفضل. ابتدائي، اولى وثانيه وثالثه ورابعه ابتدائي. ما وصلوش لمرحله لسه ما وصلوش لمرحله استخدام الانترنت على الكمبيوتر. انا عايز بسرعه جدا جدا، يا ريت السيد وزير التربيه والتعليم القادم، او اذا كان الدكتور جمال العربي راجل محترم جدا، هو او لو في حد غيره، يبدا من اولى ابتدائي لغايه رابعه ابتدائي في كيفيه مريات الاطفال كمان. والله يا دكتور لا، في كيفيه اختبار الموجودين. ايوه. هنتكلم على اللونج ران، على الشورت ران. تمام. على الاجل القصير، انا عايز اعيد اختبار الاولاد دول من اولى لثالثه ابتدائي او رابعه ابتدائي في القراءه والكتابه. في القراءه والكتابه اصلا. بياخدوا الابتدائيه ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. عايز اجرم الغش في الامتحانات. الموضوع اصبح ظاهره متفشيه، وبيستخدموا احدث التقنيات. احدث التقنيات في البلاك بيري. انا بقرا ايام امتحانات الثانويه العامه، استخدموا البلاك بيري في الغش. عايز ده يجرم وتوضع الامتحانات. مش بس البلاك بيري ده، في يعني وسائل تكنولوجيا فلاش ميموري قد يعني صغيره جدا موجوده في داخل الساعات وداخل في تقنيه دلوقتي. انا ممكن ادي الامتحان للولد بس ده يبقى على اللونج ران، وادي له الكتاب معاه، ولو هو مش مذاكر مش هيعرف حل. يعني يجب ان المواد العلميه او المناهج الدراسيه تخاطب العقل
ما تعتمدش على الحفظ والتلقين، لان اي حاجه بتتم عن طريق الحفظ والتلقين بعد وقت معين بتنتهي، انما الشيء اللي بيتم عن طريق الممارسه والتعلم ما بتنتهيش، وبحاجه لمسها بايده وشافها بعينه. حضرتك فتحت نقطه مهمه قوي دكتور محمد، وهي الاهتمام مش بس بالثانويه العامه. كل كلام وزاره التربيه والتعليم الحقيقه بيبقى مصاب جدا على الثانويه العامه. الثانويه العامه امتحاناتها تبقى ازاي؟ غرفه العمليات الخاصه بتصحيح الامتحانات ازاي؟ النتيجه تظهر ازاي؟ فين اطفالنا اللي في الابتدائي وفي الاعدادي والكلام عنهم الحقيقه؟ والبدايه بالنسبه الاولى وثانيه وثالثه زي ما حضرتك قلت ورابعه، مهم قوي ان احنا نشوف ما بيعملوا ايه دلوقتي. دكتور محمد حضرتك انا اكمل النقطه دي، اقول لك حاجه على النقطه دي بتاعتك اولى واولى ثانيه وثالثه ورابعه الثلاثه الصغيرين دول قبل نرجع الثانويه العامه. التعليم الالكتروني التعليم الالكتروني برضه بيفيدهم في ايه؟ انا ما بديهمش داتا زي الكبار، انا بديهم محتوى فيلمي وثائقي على النت في الدليفري سنترز، يعلمهم عن طريق التلفزيون في برامج التلفزيون، زي يعني عالم شمشك ده ابتدى اصلا في امريكا كمحتوى تعليمي للريموت ارياز للمناطق البعيده. وبعدين هضيفها الكلام مش منهجي ولكن بنسميه اسراء يا دكتور محمد. اسراء مهم جدا، اسراء مهم جدا. الحاجه اللي برضه حضرتك قلتها لحته التلقين، وقلت ان انا عندي مثال بسيط جدا، طالبه بتدرس علوم سياسية عندي في الكلية، الطلبة كلهم جالهم سؤال واحد في بالنسبة لطريقة الامتحان، الاوبن بوك او الكتاب مع الامتحان اللي بيقول عليه الدكتور محمد موجودة في العالم كله، وده اصعب نوع امتحانات بالظبط، مش زي ما انت عايزها بالكتاب، طالما مش فاهمة مش هتعرف تتكلم. فالطالبة دي السؤال جه في الامتحان سؤال واحد، لماذا الغش سيء؟ ده سؤال بسيط جدا. ده السؤال اللي حطه الاستاذ الكندي عندنا للطلبة كلهم، كويس؟ طلبه جاوبوا كل اللي قاله الاستاذ في المحاضرات، وجابوا شمال ويمين وعملوا حاجات كتيره جدا. في طالبه محجبه وجاوبت على ان الغش محارب في الاسلام. ده بره المنهج اللي هو الراجل قاله خالص، خدت امتياز والباقي خد سي مقبول. ليه؟ لانها اثبتت انها فاهمه اللي قاله الاستاذ، مش حفظت اللي هو قاله. فدي نقطه مهمه جدا طبعا يا دكتور، ودي نقطه بغايه الاهميه. ودكتور محمد يعني حضرتك هنا لما بتتكلم على الجيل الاول ده شيء في غايه الاهميه. ممكن بقى ازاي لو بنخطط تخطيط سليم للعمليه التعليميه في الفتره القادمه نبتدي مع الجيل ده؟ التعليم الالكتروني مدخل من مداخل الاهتمام بيهم. حضرتك شايف المناهج الدراسيه ازاي كمان باحتكاك حضرتك بالمعلمين؟ اتكلمت في النقطه اللي قبل كده دكتور مدحت، وهي ليه الاهتمام بالثانويه العامه؟ بالظبط يعني. ما احنا لا نسيبها شويه خلاص، هي مهمه، لكن لا هقول لك ليه. احنا عايزين نهتم بالاصغر كمان. الاول في التايم مانجمنت في هام وعاجل، اداره الوقت في هام وعاجل وهام وغير عاجل وغير هام وعاجل وغير هام وغير عاجل. تمام. الهام والعاجل، الهام والعاجل، لو انا اهتميت بالهام وغير عاجل هيصبح الهام وعاجل العام الهام وعاجل صفر. انا باجي في ثانويه عامه وعندي بعبع اسمه ثانويه عامه. ليه؟ لان انا ما اهتمتش بالهام وغير عاجل. لو انا اهتميت بالطفل من البدايه خالص الهام وغير عاجل ثانويه عامه سنه عاديه خالص، زي ثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي، زي اي سنه ثانيه، ما يبقاش في حاجه اسمها ثانويه عامه ولا بعبع ثانويه عامه، لان الولد مؤهل من تحت خالص ان داخل يمتحن. دي النقطه يا دكتور محمد المهمه جدا، هو انه التخوف، لانه احنا عارفين ان الطالب غير مؤهل. بالظبط، الطالب غير مؤهل. الاشياء اللي فيها ممكن تكون مصيريه شويه، او ممكن تخرج طالب لمستقبله يا علمي ادبي يا حياه في جامعه معينه، يا جامعه كليه قمه او مش كليه قمه. فده فعلا التخوف، لانه مفيش تاهيل زي ما مفيش تاهيل، ما اهتمتش بالهام وغير عاجل من الاول خالص. لو حضرتك بصيت على نقطه ثانيه ودي مهمه جدا، ان الطفل هو في اولى ابتدائي هو عارف رايح فين، الاتيتيود بتاعه الاتجاه بتاعه انا حددته له بناء على الاي كيو. رايح يتعلم؟ لا مش رايح يتعلم، رايح على انهي كليه. حددت له الاي كيو تيست في البدايه خالص، توجهاته باينه، او وابتديت ااهله لده، وابتديت ااهل الطفل ده. الولد اللي داخل هندسه من هو في اولى ابتدائي عارف ان هو داخل هندسه، لانه تم اختباراته وهو متوافق مع امكانياته الشخصيه ومع احتياجات سوق العمل بعد ما يتخرج. فبالتالي هو خلاص هو عارف رايح فين من البدايه خالص. فموضوع ثانويه عامه ده ما هوش المشكله، الا ان احنا بنحل حل سطحي مش حل جذري. لو عايز حل جذري هو ده الحل من البدايه خالص، واهتم بالمنهج واهتم بالمدرس واهتم بالطفل الموجود في البدايه عن طريق الاختبار. تمام. طيب يمكن اتكلمنا عن الطالب في المراحل الاولى، الطالب في المرحله الجامعيه دكتور مدحت، حضرتك شايف ليه الطلبه بيصعب عليهم المجموع احيانا وبيدخلوا لسه الثقافه دي موجوده ويدخلوا كليات ويخرجوا منها بلا شيء، وطلبه تانيين الحقيقه برضو متميزين وبيدخلوا اللي هم عايزينه وبيحققوا شيء، وطلبه بيحاولوا يدوروا على الشيء اللي هم عايزينه مش بيلاقوه، وللاسف بيخرجوا ما خدوش حاجه. التعليم عندنا مشكله اجتماعيه. الطالب ما بيخرجش الجامعه علشان يتعلم، لا، الطالب بيدخل الجامعه عشان ياخد شهاده تديله مكانه اجتماعيه.
انا لما اروح اتجوز لازم يكون معايا شهاده ورقه. لكن ايه هو وايه يعني اللي حصله من التعليم الجامعي ما حصلش؟ فاحنا ده لازم ده غير جذري لازم يتعمل في المجتمع. الثانويه العامه المفروض يكون نهايه مرحله، مش لازم كل زي الخارج برضه التعليم الجامعي. يعني نسبه التعليم الجامعي تكاد تكون يعني 80% من الخريجين في امريكا وكندا وفي الدول المتقدمه دي ما بتتعداش 2% و3%. ليه؟ انا كنت في شركه عالميه المدير بتاعي عنده 53 سنه وانا كان عندي 28 سنه قريب مش بعيد يعني. ايوه دكتور واضح بقى حكيش. ف لقيت انا راجل خريج طب ويعني ازاي كده بيعملوا حفله بقول له عيد ميلادك يا بول، قال لا انا خدت بكالوريوس تجاره 53 سنه بجد 53 سنه هو اريا مانجر راجل مدير منطقه في شركه عالميه مالتي ناشونال بتاعت ادويه. تمام. طب ازاي انا بقيت قاعد مستغرب؟ قال لي عشان هحتاجها بقى في شغلي هحتاجها. بس اذا احنا بناخد التعليم بره عشان ده وسيله نعرف ونطبقها طبعا. تمام. يبقى احنا الطالب بتاعنا اللي في ثانوي ده لازم زي ما قال الدكتور محمد من الاول الغير هام وعاجل ده ان احنا نؤهله ان هو هيشوف صنعة. اهملنا التدريب المهني تماما التعليم الفني. هسه نتكلم عن التعليم الفني يا دكتور ده ملف مهم جدا حاجه فتحته فعلا. لو سمحتي لي انا عايز اوجه نداء بصوت عالي جدا 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 والله احنا مع حضرتك فيه يا دكتور محمد لو كان التعليم الفني رجاء خاص اهتموا بالتعليم الفني. مستقبل مصر وعصب مصر في التعليم الفني. الزراعه لن تقوم الا بالاهتمام بخريج دبلوم الزراعه او الفن الزراعي مش بالمهندس. فن الزراعي والفن في المصانع والفن في الكهرباء والفن في الميكانيكا والفن في كل حاجه. وعايز اغير المفهوم الاجتماعي لدى الناس في المجتمع. انا من فتره كده تقابلت مع احد المسؤولين في وزاره التربيه والتعليم عن التعليم الفني وسالته عايزين نطور التعليم الفني. اللي انا هحكي لك ده حصل بالحرف الواحد وكان قلت في قناه قبل كده اقسم بالله دخلت لقيت مكان تطوير التعليم الفني تحت السلم والكمبيوتر الموجود عنده في الوزاره كمبيوتر قديم وعليه شويه تراب ولا يصلح اطلاقا لتطوير. كلمه تطوير ده بعيد عنه، هو عايز يتطور اساسا. فجيت بساله قال لي التعليم الفني ده تعليم ابن الجيران. بقول له ازاي؟ قال لي لو انت سالتني ادخل ابني تعليم فني ولا لا اقول لك ادخله. طب تدخل ابنك تعليم فني ولا لا؟ اقول لك لا والله مش هينفع ادخله ثانويه عامه. ثقافة كلتشر معينة عايزة تتغير لدى المجتمع. النهاردة لما يجي واحد واخد دبلوم صنايع او دبلوم تجارة يتقدم لبنت ابوها مش هيوافق. ليه؟ لان ده واخد تعليم فني. لازم احنا كمجتمع نتغير ونهتم. وازاي دكتور محمد وجهة نظرك؟ لان هو ده الثقافة السائدة. مش هينفع ان انا هقول له تعليم فني حلو هيحبه. يعني وجهة نظر حضرتك اصلا انا لازم اخرج الخريج ده لما يكون مؤهل سوق العمل يستوعبه بشكل كبير جدا. انا اهتم بالاستعداد تكون اجور ملائمه جدا. يعني هو ده اللي بيدي استاذ حضرتك التعليم الفني التعليم الفني ده التعليم الانتاجي. انا على اتم الاستعداد اقدم خطه للمسؤولين في البلد لتطوير التعليم الفني توفر ما لا يقل عن 50% من احتياجات الدوله وتحقق على ذكر كلام حضرتك الحقيقه احنا كان لينا بعض الجولات في المدارس الفنيه وفي المدارس الزراعيه. عرفنا ان بعض المدارس بتنتج منتجات في الزراعه اكيد ب 2 مليون 3 مليون 4 مليون المدرسه الواحده وحده انتاج، في حين المدرسه الثانوي العام وطبعا ده ما يقللش من شان الثانوي العام هي اللي بتستوعب اموال قد كده علشان لما اجي اتكلم عن التدريس فيها وارفع مستوى دخل المعلم في التعليم الفني انا ممكن ارفع دخله من انتاجه قبل ما اقول له انا هديك هو بينتج فعلا إيه؟ بينتج دجاج وبيض وعسل وفي مدارس زراعيه بعيد عن البيروقراطيه وحدات انتاج صغيره اهي بعيد عن البيروقراطيه وبعيد عن الحاجات دي. انا عندي حضرتك مدارس صنايع فيها ايه وتقدر تنتج ايه وانا محتاج منها ايه. مدارس زراعه انا في الحاله دي مدارس زراعه بجد كمان متميزه جدا يا فندم. الثوره الزراعيه على مستوى العالم متقدمه عننا جدا. انا قريت بعض الابحاث في مجال التعليم الفني الزراعي ممكن بمساحه ارض 4 متر في 4 متر في 40 سنتي تنتج انتاج فدانين حاجه اسمها الزراعه المائيه ووتر اجريكلتشر. الزراعه المائيه بمساحه 4 متر في 4 متر تدريب دكتور مدحت الحقيقه دكتور محمد ده كلام مهم جدا. تدريب الناس اللي ممكن تكون مشرفه او قائمه على المدارس الزراعيه ومدارس الصناعيه وغيرها محتاجين اساتذه الجامعه يدخلوا المدارس دي دكتور مش بس يبقوا في الجامعه بانتداب ما بشكل ما بجد عشان يبقى الانتاج حتى بشكل علمي صحيح. لو اساتذه الزراعه كليه الزراعه كانوا موجودين في المدارس الزراعيه اساتذه كليه الهندسه موجودين في المدارس الفنيه الصناعيه هيبقى شيء مختلف والله. بص حضرتك المدرس التعليم الفني مختلف عن استاذ الجامعه. استاذ الجامعه راجل بطبيعته اكاديمي صحيح وعندنا مثل انجليزي بيقول لك if you cannot do it teach it. حاجه ما تعرفش تعملها درسها درسها صح. فده التعليم الفني شيء والجامعه شيء ثاني. استاذ التعليم الفني
ما ينفعش ان هو يدرب المعلم؟ الاستاذ الجامعه ما يقدرش يدرب تعليم فني، ما يقدرش يدرب من معلم تعليم لا فني، ما يقدرش. لكن اساتذه التدريب الفني وهم كثر يعني، ما مش قليلين، نقدر زي ما قلنا قبل كده لو ده منتج قديم نقدر نعمل له اعاده تاهيل وتدريب ويبقى منتج كويس. والاستاذ اللي هيطلع زي ما بنعمل في برامج التدريب تي او تي ترين اوف ذا ترينر، ندرب مجموعه افراد يبقوا مدربين، ندرب مجموعات من اساتذه التدريب الفني الموجودين حاليا بحيث هم يدربوا اجيال بعد كده. المهم نديهم الاهتمام والامكانيات صحيح والماده العلميه. تمام. لكن مفيش تواصل بين اساتذه الجامعه وبين التخصصات اللي هي الفنيه المختلفه؟ ماده البحث. تمام. ممكن يكون فيها تواصل وتفاهم سوري المدرسين. احنا بنسال حضرتك ليه ده يا دكتور مدحت؟ لانه في احتكاك مثلا لاستاذ الجامعه مع الخارج، يعرف احدث التقنيات غير برضو معلم التعليم الفني. ليه؟ بالظبط. لا وعلى فكره التعليم الفني او البولي تكنيك ده في المانيا حاجه ضخمه جدا. طبعا طبعا في مدارس للنسيج ومدارس للصناعه، حرف مختلفه جدا موجوده في المانيا. طبعا. والمدخل يعني خلينا ابعد عن الحته العلميه شويه، يقول لك المدخل لتغيير ثقافه المجتمع المجتمع نفسه. الصناعي اعلى دخل من استاذ الجامعه يا جماعه. ما هو ده اللي احنا عايزينه. مش كده ليه؟ لا هو ده اللي في ثقافتنا يعني، لكن فاحنا خلينا ناخد المدخل ده وندي حافز للناس انهم يتجهوا للتعليم الفني. تمام. لو بنختم كلامنا مع حضرتك دكتور مدحت، دكتور محمد، دكتور محمد، التعليم قبل الجامعي والرؤيه المستقبليه له، وكيف ترى حضرتك؟ حضرتك ذكرت دلوقتي المداخل اللي ممكن نستغلها وبالتالي نقدر نشوف تعليم جيد. حضرتك حاسس انه لو استغلنا هذه المداخل ممكن نشوف تعليم قبل جامعي في مصر على فترة قريبة تعليم جيد؟ أكيد طبعاً، أكيد 100%. حضرتك بخصوص موضوع التعليم الفني كنت بتكلمي فيه دلوقتي، أنا شايف حضرتك في جزئية مهمة جداً. أنا لما أعيد تدريب أو تأهيل القائمين على التدريس التعليم الفني أستعان بأستاذ الجامعة من ناحية المفاهيم العلمية بتاعته الحديثة. أنا كنت بقول لأستاذ محمد أنا ممكن أستغل وأستفاد بالفلاح في مجال الزراعة والصناعي في مجال الصناعة. أنا تقابلت مع نقيب الفلاحين. مش بس حضرتك شايف إن أستغل في القمة أستاذ الجامعة، ولكن أستغل الفلاح وأستغل واحد زي نقيب الفلاحين. أنا قعدت معاه صدقيني، أنا قلت له مقولة وأنا مقتنع بيها جدا، الحاج محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، أنا قلت له إن مؤهلاتك العملية تفوق أستاذ جامعة. صحيح صحيح. لأن هو عارف مشكلته فين وعايز يحلها، فبالتالي مين اللي هيحلها له؟ هو استاذ الجامعه. انا استفاد بالاثنين، ده يدي هو يقول المشكله والاستاذ يحلها، وفي طالب بيدرس هو اخضر واحد عارف المشكله، وده مهم. وفي طالب بيدرس، هذا الطالب هيطلع متعلم علميا ومتعلم عمليا، تعلم علميا عن طريق استاذ الجامعه، وتعلم عمليا عن طريق الممارس الحقيقي او صاحب المشكله الحقيقيه. تمام. بنشكرك دكتور محمد. دكتور مدحت، التعليم الجامعي وهذا الملف الشائك جدا اللي نتمنى بجد نشوفه يعني على شكل جيد الفتره القادمه. التعليم الجامعي قبل الجامعي في الثانوي، اذا كنا عايزين نقرب الناس لمفاهيم الحاجتين الفني التعليم او التدريب الفني، وانه الثانويه العامه دي منتج نهائي. احنا كنا زمان في المدرسه، انا خريج مدرسه الابراهيميه الثانويه. اسكندريه دكتور؟ القاهره. القاهره؟ دي في جاردن سيتي جنب السفاره. تمام. مدرسه الابراهيميه كان في عندنا نشاط زراعي ونشاط صناعي ونشاط رياضي. فكنا بنعمل في النشاط مدرسه حكوميه. حكوميه. وفيها نشاط زراعي وناكد مره ثانيه وصناعي مربات وعصاير وشربات على كده. فانا يعني عندي حته تجاريه شويه، فاخذت الكانتين بتاع المدرسه مقاوله وعملت جمعيه تعاونيه مع اصدقائي، والانتاج اللي كنا بننتجه في الحصص دي كنت ببيعه في الفسحه. كويس. فده يمكن يساهم برضه في تغيير مفاهيم الدوله والناس فيما بعد. اما بالنسبه للتعليم الجامعي، عايز اقول مقوله سريعه كده، انه تعليمنا الجامعي اذا لم يرتبط بالبحث والسوق لن تكون له انتاجيه مقبوله. فنربطه بمصادر بحث عاليه ونربطه باحتياجات سوق، هنلاقي تعليم عالي متميز. وده اللي نتمنى نشوف بجد. بنشكر حضرتك جدا الاستاذ دكتور مدحت منير، رئيس الاكاديميه الكنديه للعلوم والتكنولوجيا. بنشكر حضرتك الاستاذ دكتور محمد عبد الفتاح، رئيس النقابه العامه للتعليم للعاملين بالتعليم الخاص ونائب رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر. نتمنى لحضرتك كل توفيق، ونتمنى باذن الله يكون لقاءات اخرى ونكون شفنا شيء مختلف. يعني نتمنى لمصر كل التقدم والازهار خلال الفتره القادمه ان شاء الله، وباذن الله يتقدم التعليم فيها اولا ويتبعه التقدم في باقي التخصصات الاخرى. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور. بنشكركم مشاهدينا الكرام ومتابعتكم النهارده لحديثنا عن التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي و ارتباطهم بما بعد ثورة 25 يناير. نشكركم على وعد بلقاء جديد وحلقة جديدة ونقطة تحول.